ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. غزالة خفيفة ومزيانة. أنا خديجة جيت اليوم باش نعيش لإكسبرينس توب ديليس. من معمل النظافة والعفيفة كل شيء كنترولي بالملي. ماكينات جدد ظاهر اخر مصادر في التكنولوجيا. تقولش علينا في الاوروب، اما احنا في تونس بالضبط في سيدي بوزيد. بالحق حاجه تشرف. ديليس والله سي توب. القيصر بدنا تعيش معانا. بذره صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا. جيل ورا جيل مسؤوليه ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم أعز ما تختار. ميلاس تونغير ديكوراسيون دي أر دو تال أو أم إس طيب كيما أن غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش إن عرفنا نخدموا الأرض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الأصول. ليبيدور هي الأصل. السلام ومرحبا بكم في باتل شيف لا روسيت. معكم شيف محمد الحبيب بوزيدي. اليوم باش نعملوا روسيت سوابع بريك باش نستعملوا فيها الريغوتا متاع القيصر، طن فرماج رابي، كابر وزيتون، معهم كعبة بطاطا طيبتها اون افونس. توا باش نبداو نخدموا في الفرس نتاعنا. ناخذوا كعبة البطاطا بالفرشيتة نبداو نغفصوا فيها. نزيدوها كبار والزيتون الفرماج رابي الطن وما ننساوش ريغوتة القيصر اللي هي باش تعطينا الكوتي موالو متاع البريكا. تبدا كروستيونت من برا وموالوز من الداخل. ما ننساوش الملح وشويه فلفل اكحل. الزيت كي العادة والعوايد كي معودكم نستعمل في الزيت غزالة أباز دو مايس وان بلوس الزيت هذايا سانز او جي ام إلي ريزيستان او فو معنتها تنجم تستعملو ثلاثة أربعة مرات يقعد برسك هو هو. الزيت متاعنا قاعد يسخن. ناخذو الأوراق تاع البريك بالسكينة ولا بالمقص نقصوهم على زوز. حشنا بالاصفر متاع العظمة اللي هو باش نسكروا بيه السوابع متاعنا. ناخذوا الاصفر وحده والابيض نخليوه للبريباراسيون واحدة أخرى. الزيت متاعنا قاعد يسخن. نجمو نبداو نفرسيو في البريك متاعنا. البريكات متاعنا نجمو نحطوهم في الزيت وديما القفلة اللي هي نحطوها من اللوطة مش ما تحللناش. البريكات متاعنا سايي
نجمو سكروا على النار. الزيت بعد ما يبرد نجمو تصفيه ونجمو نستعملوه في بريباراسيون واحدة أخرى. الروسيت نتاعنا اليوم حضرت، نزيد نفكركم في الانجريديون اللي استعملنا فيها. الريغوتا نتاع القيصر، عملنا كعبة بطاطا هكرزيناها بالفخشات، زدناها شوية طن زيتون وكبر، هذا الكل قليناهم في الزيت نتاع غزالة أباز دو مايس سانز أوجيام 100% ناتوريل. كانت هذه الروسيت نتاعنا في باتل شيف لا روسيت، إن شاء الله تكون عجبتكم. ام جي أعز حاجة عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قدرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا، وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة، في كل وقت ما تلقاها كان هي، خطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. غزالة خفيفة ومزيانة. أنا نسرين، جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفر وأحسن كاليتين تحليل، هكيكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورجيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتام أعز ما تختار. هنيلا ستونغير ديكوراسيون دي أر دو تال أو أم إس طيب كيما أن غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش أن عرفنا نخدموا الأرض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الأصول. ليبيدور هي الأصل.